أظهرت دراسة بأنه الأزواج اللي بيعبروا عن امتنانهم لبعضهم البعض بيكونوا بمأمن عن الخلافات الزوجية وحتى الطلاق بمرحلة لاحقة. والحقيقة بتقول أنه جميع الأزواج بيتخانقوا وممكن يصير بيناتهم كتير تباين بوجهات النظر، وبالتالي في حدوث ببعض الحالات للتوتر، والتوتر ممكن ينتهي بحال إلنا شكراً للشريك. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع صارت معنا الاستشارية الأسرية نائلة الخضراء. يسعد صباحك، أهلاً وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك، أهلاً وسهلا فيك معنا. كنت عم خبرك تحت الهواء قد حلو الموضوع فعلاً، يعني نيال اللي عايشين بعلاقة قدرانين هيك يعبروا عن امتنانهم لبعض، وهي هي العلاقة يمكن الصحية. لكن نظراً لتنوع مفهوم الامتنان بين شخص وآخر، اليوم حبينا نعمل هاي الفقرة لحتى نقلكم شو هو المفهوم الحقيقي للامتنان، ولو ما كنتوا بتعرفوا أنه تعبروا فنحن حنعطيكم اليوم بعض الطرق. نبدأ بالمفهوم العام للامتنان، شو بنقصد فيه؟ هو الامتنان هو تعبير عن معروف أسدية لنا بأي شكل من الأشكال. لاحقاً حنحكي عن أنواع الامتنان، لكن هي طاقة الشكر اللي هي في منا ببعض الديانات، يعني أعياد الشكر. صحيح. هي ولئن تشكروا لأزيدنكم، هي أصلاً عبادة من العبادات، واللي رب العالمين عبر كل الديانات وكل المذاهب أمرنا بأن نكون ولنكن من وكن من الشاكرين. وكانت في وعود من الأنبياء لنكن من الشاكرين. فهي الشكر هي من أهم العبادات، ورب العالمين غني عن شكرنا لإله، لكن كان عم يعلمنا كيف نتهذب مع خلقه وعباده بالشكر. تماماً. قبل ما نتوسع ونحكي عن الامتنان ضمن العلاقات الزوجية، رح نحكي عن الامتنان بشكل عام، يعني بين زملاء العمل، بين الرفقات، بين الحياة اللي عايشينها الاجتماعية، إن كان مع أهلنا، إن كان مع أخواتنا والمحيط الثاني. قديه مهم الامتنان حتى مع كل العلاقات الاجتماعية، مو بس الامتنان ضمن العلاقة الزوجية؟ عادة الامتنان هو طاقة الزيادة وطاقة الوفرة. يعني أنا اليوم اللي بتشكرك فيه عن معروف أزديتي لإلي، بتصيري كل مرة بتحبي إنك تزدي لي. عادة لما الشركات بتكافئ موظفينا على مجهود مضاعف بذلوه بفترة من الفترات، إن كان بتقدير، إن كان بوسام، أو إن كان بمبلغ مالي، فبتخلي هذا الشيء الموظفين إنه يعطوا ويرفعوا الإنتاجية تبعهم. والتقدير والامتنان يعني بيتمثل يعني بعدة أشكال غير التقدير اللفظي والتقدير قل عملاء آل داود شكرا، يعني العمل، الشكر بالعمل اللي هو رد الجميل، أو حتى بالرياكشن. عادة في كتير ناس ومشاكل بين الأزواج بتجيني عادة إنه لما أنا بقدم لها شيء ما بتعطي رياكشن أبداً بالشكر، أو لما هي بتعمل شيء فهو ما بيعطي أي رياكشن بالشكر. ففيهن ثلاث ممارسات عادة هي بيعبروا عن الشكر بطريقة ما أو بأخرى. تماماً. يعني لما يكون في شكر بأي نوع من أنواع العلاقات، أول شيء مثل ما قلتي أستاذنا، إلا حيعطينا دافع لأنه نحن عن جد نعطي أكثر، خاصة يمكن بموضوع الشغل. كثير في ناس بيعانوا من فكرة أنه أنا عندي أفكار، عم بشتغل، عم بتطور، عم طور، عم فيد الشركة أو المؤسسة اللي أنا فيها، لكن بيجي آخر شيء لك ما بدي مثلاً مكافأة مادية، على القليلة بس اللي يعطيك العافية شكراً. تخيلوا هالثلاث كلمات قد إيه عن جد ممكن يعملوا فرق بحياة أي شخص. صحيح. هي حكيناها بشكل عام، حنروح لحتى نحكي عن العلاقات الزوجية بشكل مفصل أكثر. بين الزوجين شو أكثر الأغلاط اللي هن يمكن ما بتوصل فكرة الامتنان لبعض؟ شو بيعملوا بيخلي الآخر يشعر إنه شريكي غير ممتن لإلي؟ هلأ للأمانة أكثر المشاكل اللي أنا بتجيني عندي بالعيادة إنه حدا بيقول لك، بتقلي واجبك لما بيجي بيقول لها أنا عم بعمل لك، أنا عم ساوي. طبعا هي بتقلي هو منان من الامتنان إذا بمقارنة لفظيا، تمام، بمنن. فأنا عادة دايما بقول الشخص اللي بمنن هو شخص ما لقى تقدير كافي. هلا أكيد مو الكل، فوصل في المنان السيء وفي المنان الإيجابي، خلينا نقول، أو السلبي أو كذا. بس عادة بالمجمل بقول لهم ليش عم يمنن أو ليش عم تمنن، طبخت لكم، عملت لكم، ساويت، وتضلها بتمننا بشغله. فعادة الشخص اللي بمنن هو إنه انتبهوا شوفوا أنا شو عم بعمل. وهي هي مرحلة قبل مرحلة إنه يبلش يمل أو يزهق من هي العلاقة عادة. أو أحيانا ببعض الخيانات الزوجية أنا ما بشعر بالتقدير منها، شو ما بقدم لها ما بيعجبها، فببلش بتعرفي الطرف الثالث خلينا نقول بالعلاقة أي تقديم صغير، فبتقدم له كتير امتنان عالي يعني وبرشير. فلازم كتير مهم الامتنان لحتى يثبت أو يعني روابط العلاقة ببعضها. ونرجع بنقول إنه هو أمر إلهي، يعني هو نوع من أنواع العبادات، يعني هو نوع
بدنا نقول وكن من الشاكرين، يعني هي نوع من الفريضة، أمر من رب العالمين. صحيح. إجمالاً، وبديانات أخرى عيد الشكر، عيد بس نقعد نشكر رب العالمين ونشكر الناس المنيحة بحياتنا. وفي أشخاص بالفعل مجرد وجودهم بحياتنا هو يستحق الشكر. لما بيكون عندك زوجة اشكر الله انك عندك زوجة، في غيرك ما عنده زوجة او عم يسعى لحتى يكون عنده زوجة وما عم يقدر، اما بسبب مادي او لسبب خاص ثاني. او انت عندك بيت واسرة وزوج، في كثير صبايا متمنين يعملوا عائلة واسرة وزوج، في كثير ناس بتتذمري من اولادك. انا كل يوم بشكر الله واولادي على وجودهم بحياتي، لان انا بعرف كثير ناس بتدفع مبالغ حطوا في لحد ما يحصل على تمام. فنحن في بحياتنا نعم كثير، مجرد الاسره هي نعمه طبعا. فبتخيل انه نشكر الاسره ونشكر رب العالمين على وجود هالاسره بحياتنا، هذا اكبر تمام امتنان. طيب بعض الاشخاص اللي محضرونا، اي شو كل ما قالت شغله او كل ما عملت شغله لازم امتن واشكرها، كمان بالمقابل الرجل اذا قام باي شيء بضل يقول له شكرا يعطيك العافيه الله يقويك، هذا الامتنان لازم دائما ولا في اوقات محدده او في اشياء هيك اساسيه بتصير فعلا هون لازم نكون ممتنين لهذا الشخص، لانه اعمالنا واعمال الانثى وحتى الرجل هي يعني بشبه يوميه، ما تمام. في شيء جديد. تمام. هلا عاده انا بدي بقول شغله، انه قد ايه فينا نحقق توازن، كل شيء لا افراط ولا تفريط، كل شيء زاد عن حده قلب ضده. اكيد انا ما حدا يقول شكرا 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 شكرا، بس كمان مو حدا تعبان كل النهار مشان يجي يلاقي رياكشن ما حلو على تعبه. يعني مثلا حدا تعبان كل النهار عم يشتغل عم ينظف عم ام عم تدرس يجي كذا، بعدين يجي هو يحط عينه على السلبيه. مليان البيت ايجابيات بس اكيد في سلبيات، ما حدا كامل ما حدا كامل تماما تماما. فيعني يعني هذا نوع انه يسكت عن الشيء السلبي، هذا نوع من انواع الشكر. يعني عاد ما قال لي هو ما بده يشكر. في كلمه كثير بسمعها بيكبر راسه صح، يعني او بتصدق حالها. هلا هدول ذوي الاضطرابات الشخصيه هو اللي بيكبر راسه. نحن عم نحكي عن الاشخاص الاسوياء، ما بدي احكي عن الاستثناءات. في استثناءات، في الشخصيه النرجسيه، في الاضطرابات الشخصيه، في الغرور. اذا جاب لي هذا الموبايل مثلا دي اقول له هلا شكرا هلا اعمله شغله مهمه. في ترند طلع انه الزوجه لا غير ملزمه انها تطبخ، في يعني فتوى طلعت وترند تناقلوها النساء. يعني اذا يعني انا ما بدي فوت بامور الدين، بس يعني انت عم تقولي انه الدين ما بيلزمك انه تطبخي. طبعا في ردود من رجال الشرع هلا الاربعه، انا بقول لهم لا، بالقران اذا بدنا نحكي انه بس يطعمك ويلبسك، بس هذا واجبه بالحياه. يعني فما بدنا نفوت بتفاصيل ثانيه، ما انه مجبور بالموبايل طلعت رفقاتك يعني بلا بلا الى اخره. كل شريكين هن بالضبط يمكن حياه مشتركه، اسمكم شريكين، اذا انتم بدكم تشتركوا بهي الحياه وتتقاسموا مهامها. يعني لما بتساعدك بمدخول البيت فبدك تساعدك، هذا نوع من الامتنان. لما انا بعرف انه هي بتشتغل وعم تنفق معي بالبيت، لما انا بوقف رجلي للجريات، هذا نوع من الامتنان. هذا الامتنان العملي. يعني ما بالضروره تكون الامتنان هديه، احيانا ما بدنا نثقل كاهل الزوج بالظروف الصعبه بنقول له قدم هديه، بس في عمل ممكن يتقدم. صحيح. دليل على الامتنان. طيب مشان نكون فدنا كل حدا كمان عم يتابعنا بخطوات عمليه يبلشوا فيها، انا بحب اللي حوالي، بحب شو عم يعملوا لي، بس لا اجيد الامتنان، ما بعرف اعبر لشريكي او ما بعرف اعبر لشريكتي انه انا ممتن شكرا انك عم تعملي هذا الشيء. شو بتخبريني مو لهالدرجه، في حدا ما بيعرف يقول شكرا؟ يعني يعني هلا في رجال بتيجي بتقول لي انا ما بعرف، انا ما بعرف احكي كلمه حلوه. اوكي انا ما بعرف اتغزل، انا مو نزار قباني حقك، بس في كلمه شكرا، يعني انه كلمة يسلموا. نحن الجرسون إذا جبلنا فنجان قهوة من أنه يسلموا ولو. الست اللي بتساعدنا بتنظيف البيت وهي عم تنظف، علما أنه هي عم تاخد أجره والجرسون عم كل واحد عم ياخد حقه كاش. البياع بس نعطيه ونحاسبه من أنه شكرا. واين داير بكتابه بقوة الآن بيقول امتن من الأشياء الصغيرة في حياتك تكبر. صحيح. ولئن تشكروا لأزيدنكم دينيا. يعني فانه طاقة الشكر إجمالا تعطي سكينة ووفرة بالحياة. أنتوا تشكروا الأشخاص اللي عم تقدم لكم، لأنه هو رب العالمين اللي سخر لكم هاي الأشخاص لحتى تقدم لكم. إن كان الرجال فايت بغراض البيت على البيت نقول له يسلموا والله يرزقك ويعوض عليك، وإن هي قدمت لك الأكل إلا يسلموا وشكرا وطالع طيب معك. يعني أحيانا في منهم بيقول ساوينا كاسة شاي بعد هالأكلة الثقيلة ولو، يعني إلا أنه كتير كانت الأكلة طيبة يا سلام لو حبسنا بعدها بكاسة شاي. يعني امتنان بامتنان. عملوا دراسة مؤخرا حديثة جامعة هارتفورد ونشرتها مجلة دايلي ميل، قالت انه
الاعتذار لو غلفناه ببطانة بغلاف الشكر، فشكراً لأنك انتظرتني بدل سوري إني تأخرت عليك. كان وقعه بالنفس لأنه كتر آسف آسف أحياناً مملة، فبلشوا يغلفوا، عملوا تجربة اجتماعية وبلشوا يغلفوا الاعتذار بنوع من الامتنان، مثل شكراً أنك نطرتني، شكراً أنك صبرت علي، شكراً. فكان وقعه أفضل بالنفس وكان أحسن بالعلاقات حتى، يعني بالتواصل حتى بعلاقات العمل. فأنا جربت تجربة أنه ليش مشي لي بدي أطلبه من ابني، غلفه بالشكر، شكرا لانك انت ابني، شكرا لانك انا بشوف حالي فيك. انا ابني كان خجول ما يحب يسلم على رفقاتي، ماما سكري الباب بدي امرق، صار يفوت يسلم لانه قلت له انا شكرا لانك انت ابني لاني انا بشوف حالي فيك. كلمة شكرا بتخلي الشخص دائما يقدم لك افضل، وهي المفتاح السحري لانك تطلب من الشخص طلبك ويتلبى لك. اكيد اكيد تماما، يعني حتى كمان اذا بلشنا من انفسنا كمان رح ينتقل هذا الشيء لاطفالنا، لحتى فعلا تنزرع هي الصفة عندهم وتبلش معهم من الصغر للكبر. شكرا كثير لك، يسعد صباحك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك معنا. شكرا.